سلام كل الحبايب، معكم أمال. في الفيديو دي حشرح لكم طريقة عمل السميط أو العيش بتاع السمسم. المقادير كالآتي: عندنا هنا كوبايتين دقيق، دي الكوباية اللي عملت بها الدقيق. عندنا شوية ملح، شوية سكر، عندنا خميرة بيرة، عندنا باكنج باودر، عندنا ربع كوباية زيت صغيرة، عندنا بيضة، عندنا لبن دافي، كوباية لبن دافي، عندنا سمسم للتزيين. الطريقة: أول حاجة هنبتدي شنو نعمل؟ ده الدقيق بتاعنا، كوبايتين دقيق زي ما تحبوا. عايزين ده دقيق أبيض، عايزين تعملوا دقيق حلوة هي بالدقيق الأبيض، لكن لو في ناس عايزين بالدقيق البني الأسمر ما في مشكلة. يلا هنعمل هنا معلقة صغيرة مليانة خميرة بيرة، خميرة هنا معلقة صغيرة، باكنج باودر هنا معلقة صغيرة، سكر هنا، شوية ملح. نحركهم كلهم كده مع بعض مع الدقيق. هنا ربع كوباية صغيرة زيت. هنا دي بيضة مضروبة. يلا استنوا معايا، هنبتدي نعجين فيهم. نعجن كده، نخلي كله يتعجن كويس مع الدقيق. طريقة سهلة وبسيطة وعيش جميل، عيش السميط أو عيش السمسم. هتشوفوا الطريقة سهلة كيف. نعجن كويس، هنا كوبايتين دقيق مع شوية ملح، مع معلقة خميرة، مع معلقة باكنج باودر، مع رشة سكر، مع زيت، مع بيضة واحدة. هنا لبن دافي، هنكب شوية شوية. دايما لما نجي نكب الحاجات اللبن أو الموية السائلة شوية شوية نعجن. نكب تاني شوية. طبعا ده المقادير البسيطة دايما التقريبية، ولو عايزين كمية كبيرة تكتروا المقادير ما في أي مشكلة. هنا لسه في شوية دقيق، هنا ندي شوية موية. لحد ما كل الدقيق يتعجن لنا. ندي هنا شوية تاني، شوية لبن، قصدي ما موية، ما فيه موية، سوري قلت موية. نديه شوية لبن دافي كده، شايفين هي العجنة كده تمام، شايفين. نعمل وشها، فيه شوية زيت في الوش. هذه العجنة انتهت، نغطيها بفوطة بكيس زي ما تحبوا، نغطيها ونسيبها تتضاعف العجينة وتتخمر لمدة نص ساعة أو ساعة لما تشوفوا العجينة ارتفعت أو اتخمرت. دقيقة واحدة، حتى المصطبة دايما تكون نظيفة للاستعمال. هنا عندنا دي العجينة، نفس العجينة اللي عجنتها هنا اختمرت، شايفينها كيف ما شاء الله اختمرت وارتفعت. هنا هي جاهزة للاستعمال. في السميط بتاعنا ما بنخمره تاني، أول ما تكون العجينة كده بنستعمل طوالي، بنستعمله على طول يعني جاهز للاستعمال. هنفتح الفرن على درجة 350 ونبتدي نشتغل. هنا دي العجينة بتاعتنا ما شاء الله، نعمل شوية زيت. هنا هنقوم نعمل شنو؟ هندور نقطع العجين. هنا لما هحتاج استعمل كده طوالي هدورها لكم كده.
نقطع العجين وندوره. إذا عايزين البقسومات أو العيشة كبيرة نكبر الدوارية، لو عايزينها متوسطة أو صغيرة نصغر الدوارية زي ما أنتوا تحبوا، الشكل اللي أنتوا بتحبوه تدوروا الدوارية. وهكذا لما نخلص كل العجين بتاعنا كله ندوره كده يكون جاهز للاستعمال. يلا هنا حوريكم الطريقة كيف سهلة جدا. هنبيل ايدنا بشوية زيت، هنمسك اول دوارية دورناها، سوري معلش، هنعمل كده في الاول ونجي على السطح كده. شوفوا شوفوا معايا، هنبتدي كده لو مرات نحن وبنعمل كده بنبرم العجينة كده عشان تكون طويلة اتقطعت مننا ما في مشكلة، زي مثلا اتقطعت، اديكم مثلا اتقطعت كده بنخدها كده تاني وبنعملها كده بنبرمها. هنخد كده واحد، هنبتدي التاني حتة زيت في ايدنا ونعمل كده ويلا نبتدي. عايزين البقسومات بتاعنا، سوري، عايزين السميط بتاعنا طويل، هنطول العجنة، هنلف ونلف ونلف لما نطول العجنة طويلة. انا عايزة مقاس وسط، دي التانية، اديكم مثل تالي، دي التالتة، حتى لو ما طلعوا كلهم زي بعض ما مشكلة، اصله ما مشكلة كده. شوفوا ما شاء الله العجين بيمشي معانا لانه العجنة حلوة بيمشي معانا. هذه الطريقة. يلا لما نبتدي عايزين نلفه هنبتدي من أول واحدة عملناها، ما آخر واحدة، أول واحدة هتكون اتخملت لسه، تاني هنديها تاني كده تاني ونقوم كده نربطهم كده مع بعض، نكفلهم كويس عشان ما يتفتحوا لنا، أهم شيء يتقفلوا كده. ده الشكل عايزيننا مثلا نوسعها بنوسح كده، لو عايزين نكبر شايفين بنكبرها كده بإيدنا، لكن أنا عايزة المقاس ده كويس. هنمسك التانية برضو نعملها كده ونجي تاني نكفلها كده، شايفين؟ هنمسك التالتة برضو ونكفلها كده، نكفلها كويس عشان ما تتفتح لنا بعدين. يلا عايزين نزوجها، أنا بحبها تكون السمسم فوق وتحت، انتوا زي ما تحبوا. اهو ده السمسم هاخده كده. هنجيب البيض، الناس صحيح ملاحظة، الناس اللي ما بحبوا البيض ممكن في العجين بدل البيض اعملوا زبادي، زبادي عادي. وبرضو لو ما عايزين تعملوا في الوش كده للتزيين بيض ما في اي مشكلة، اعملوا شوية موية شوية حليب زي ما تحبوا، ده للناس اللي ما بحبوا البيض كده. يلا نجيب السمسم بتاعنا، شوفوا كده وكده، وعلى الصينية، الصينية هنحط الصينية بشوية زيت ممسوحة ونعملها كده، دي التانية هنا شايفين. شوفوا كيف طريقة سهلة 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 جدا، والطعم رهيب، وهشة بتطلع هشة ورهيبة. هنا كمان تاني بزيت بسمسم كده، نعمل شوية سمسم كده ونخدها كده. نعمل لكم التالتة دي نوسعها شوية، نكبرها شوية، ممكن نكبرها كده، دايما نكفل زي ما قلت لكم عشان ما تتفتح لنا. وهنا كده مع السمسم اهي، سهلة وجميلة وحلوة وبسيطة، الطريقة واضحة وبسيطة جدا جدا. بعد ما نخلص كل العجين بتاعنا هنقوم نخطها في الفرن زي ما قلت لكم درجة الحرارة 350، نخليها تحمر من تحت. بالمناسبة ما بتاخد لأنه هي خفيفة، العجنة خفيفة، يمكن نص ساعة
أول ما تحمر من تحت نكون واقفين جنب الفرن نحمر الوش من فوق. وهنا تعالوا أوريكم الشكل النهائي للسميط أو عيش السمسم زي ما شايفين، وممكن ناكله مع الجبنة البيضة أو الجبنة الرومي أو البيض أو الزيتون مع أحلى كوباية شاي. وشكرا للمتابعة، وبالهنا والشفا عليكم.